اذا قبل ما ندخل نسال الموضوع، الحمد لله هذا التكوين ديالنا، هذا اخر تكوين درناه يعني هذا الاسبوع للشركه ديال اي جي تي ام بموافقه ديال الشركه العالميه يعني جازا، الجونكسيون ما بين جروب ويرلي و لو سي بي. دونك فوالا اللي كان الموضوع ديالها حصه تطبيقيه ونظريه في لا بريباراسيون ديال لي بلان دو لوفاج ولا بريباراسيون ديال لي كروكي دو لوفاج. كان هادو التكوينات اللي كنديرو في المؤسسة ديالنا. بيان سور ديما الحمد لله المتفوقين كنساعدوهم في الحصول على عمل باش يشقوا الطريق ديالهم، حيت هنا الهدف ديالنا هو الهدف الأساسي. خصك تكون يعني ماشي تحصل على شهادة، خصك تكون مكون. هديك الشهادة كتبقى فقط إثبات لا تمكنك أنك تخدم، يعني المهم هو أنك تكون يعني تكون ضابط الأمور ديالك. فوالا دونك هادي التكوين اللي درناه في البريباراسيون ديال لابيليتاسيون دو ترافاي اون اوتور بالنسبه للشركه ديال تيكني باور. درنا ايضا تكوينات اخرى، هذا الاخ رضا اللي كيخدم الان مع اي جي تي ام اون طونك انيماتور اش اس او. هذا التكوين اللي كنا درنا بالنسبه للشركه ديال انغور في ليكيب ديال البروميير انترفونسيون والاسعافات الاوليه لي برومي سوكو. هذه لابيليتاسيون اللي كنا درناها بالنسبه للشركه ديال اوكسيجين مانتينونس، واللي هي لابيليتاسيون في لو ترافاي اون اوتور يعني الاعمال ديال العلوم، وفي لي ترافو الكتريك في الاعمال ديال الكهرباء كنا درنا لهم دو زابيليتاسيون. دونك بالنسبه هادو دونك هادو الصور دونك هنا تقدروا تجيو في كوميونيتي هنا في لاشين وتلقاو جميع هاد الامور، جميع لا فورما، جميع لي فورماسيون اللي تنديرو. والحمد لله مؤخرا انه درنا دي كونفونسيون مع بزاف ديال الشركات اللي الحمد لله يعني عجبهم المستوى ديال لي ستاجير ديالنا، يعني فغادي نوليو نصيفطو لهم لي ستاجير. حيت بيان سور كتكون واحد بري سيليكسيون، يعني اللي كيكون مزيان كدوز عندنا لا فورماسيون مزيان فالحمد لله تيحصل على عمل مباشره. بالنسبه للتكوينات ان شاء الله اللي غيكونوا في رمضان، فمن غير التكوين ديال انيماتور وسوبرفيزور لاخر اسبوع في هذا التخفيض اللي هو ديال 2000 درهم وسوبرفيزور 3000 درهم وريسبونسابل 4000 درهم، فمن بعد على رجل الاثمنه الاصليه اللي ديجا كتعرفوا. غيكون ايضا خلال شهر رمضان ان شاء الله غيكون كل يوم سبت واحد غيكونوا دي جورني دو فورماسيون، يعني فورماسيون في نهار واحد على التام. دونك هاد لي جورني دو فورماسيون غيكونوا سواء حضوريا في المركز ديالنا ايكوتيك انجينيوري و اون بوان سيرفيس اند سكيلز طريق قلعه فوق التجاري وفا بنك، وغيكون المده ديالهم ما بين نهار حتى اليومين. المواضيع ان شاء الله اللي غيكونوا في هاد الايام التكوينيه هادو، غادي نهضروا ان شاء الله على اللوفاج، غيكون اول يوم تكويني على اعمال الرفع. غيكون يوم تكويني في المواد الكيماويه، غيكون يوم تكويني في لا نورم ايزو 9001 ايزو 14001 و ايزو 45001. غيكون ايضا يوم تكويني في لو ترافو اون اوتور ترافاي اون اوتور او لي ترافو اون اوتور، وغيكون يوم تكويني في الالكتريسيتي اعمال ديال الكهرباء، وغيكون ان شاء الله يوم تكويني في الوقايه من النيران او لا فريق التدخل الاول ليكيبي دو بروميير انترفونسيون. وهاد التكوينات كامله غيكون فيهم نظري وتطبيقي، يعني غادي نخرجوا للميدان ان شاء الله ونخدموا بالاكستنكتور ونطفوا الحريق. بالنسبه لهاد الايام التكوينيه ان شاء الله من بعد غادي نكومونيكي معكم لي بري ولي ديتاي. وبالنسبه لي زانسكريبسيون فلو نيميرو ديالي راه نخليه في كومونتير، سواء بالنسبه للناس اللي في بنغرير ولا الناس اللي عن بعد. دونك فوالا هادشي اللي كاين، ورمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.